احمد رايك ايه برضو في انا المباراه مهمه؟ اتفق مع كريم في حاجه واختلف في حاجه. اختلف بقى. اتفق ان طبعا في اختيار موسيماني لمباراه قائمه الجونه كان هايل اكثر من رائع. ليه؟ لانها كان بيجمع ما بين بعض الخبرات والشباب. شايف مباراه بكره اختلف شويه ان القائمه كلها شباب، لا يعني لكذا سبب. اول نقطه مش كلها، هو ثلاثة، حسام حسن وعمار الثلاثة وكريم بس، يعني حتى اللي موجودين مش يعني كلهم كلها شباب يعتبر، حتى مواليد 2003 ده مصعد رأفت خليل ويوسف شريف، لعيبة كلها لعيبة كويسة جدا، يعني أنا متابعهم ولعيبة هتبقى من أحسن اللعيبة في مصر. ولكن اللعيب الشاب بيبقى محتاج لعيب خبرة يسند معاه، دي مهمة جدا. الحاجة التانية، أنت بتلعب نادي الإسماعيلي بالصفقات الجديدة اللي عاملها، ودايما التاريخ بيفتكر النتائج دي، فدي حاجة مهمة جدا إن أنت لازم يبقى فيه لعيبه خبره جنب اللعيبه الشباب تاخد بايدها عشان ما اكونش بغامر باللعيبه ديت. وجهات نظر. الحاجه الثالثه، انا عايز اجهز يا كريم بعض اللعيبه لكاس العالم للانديه، لعيبه زي حسين الشحات، لان بعد اسبوعين عندنا برضو كاس عالم للانديه، عندنا حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، قفشه، عبد القادر، يعني انا اتمنى ان اللعيبه دي لو انت دخلت معرض لكورونا. ماشي، بس اللعيبه دي محتاجه تاخد فورمه مباريات، حتى لو عملت مزيج من الفرقتين، يعني لو حطيت سته او سبعه من العناصر الاساسيه واربعه شباب، كسبت منهم مغربي مثلا وكسبت محمد اشرف الباك ليفت، عايزين اسماء بلاش اسماء يعني، كسبت مثلا بعض كسبت مثلا بعض الشباب اللي طالعه ثلاثه اربعه وسط سته، ابقى انا كده خلاص. يبقى انت في نفس الوقت برضو حتى لو مش بتلعب، هو خلاص واضح ان من اختياره للقائمه ان هو مش بيلعب على البطوله، هو بيلعب عايز يقلد الاف اي كاب اللي هي فكره بالزبط. الدوري الانجليزي بالظبط، ده وجهه نظري، ان انا عايز اصعد بعض اللعيبه سواء النادي الاهلي يكسب سواء مادي او فني. مادي ازاي؟ ان اللعيبه دي ممكن تطلع اعاره هتكسب وفي نفس الوقت تكتسب شخصيه، الفكره زي اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي زي محمد عبد المنعم النهارده. محمد عبد المنعم بسم الله ما شاء الله بقى ثالث مساك في مصر وربما يكون الثاني في البطوله بعد اصابه الونش، فده مكسب كبير. بالمناسبه طبعا الونش جاله شد خلاص رسميا، يعني شد في العضله الاماميه، ولن يكون مشاركا في مباراه السودان القادمه، وبالتالي هيبقى الاقرب طبعا محمد عبد المنعم. ولكن طبعا انا شايف في القايمه بكره اسماء الناس تتفرج عليها برضو، اسماء هتبقى ان شاء الله يعني اسماء كويسه جدا. عندنا ده يحسب برضو المستر بروكيتش التشيكي وكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ويحسب للنادي النادي الاهلي دايما يقول البعض اللي يقول لك النادي الاهلي بيشتري من بره ما بيطلع. يا جماعه النادي الاهلي عنده اولاد من ابناء النادي الاهلي كويسين جدا. النادي الاهلي ولاده، ميزه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد بيطلع نجوم كتير، زي ما شفنا المباراه اللي فاتت طلع كذا اسم كويس جدا، ده بياكد ان قطاع الناشئين. انا مش عايز اتكلم على اسماء تحديدا، ليه؟ الولاد صغيرين لما يشوفوا ان فلان بيتكلم وعلان بيتكلم، طبعا المفروض ان هم ولاد النادي الاهلي وعارفين كويس جدا جدا ان انت لسه بدري قوي قوي قوي. هم حقهم برضو ان احنا نديهم حقهم، بس يعني لازم يعرفوا ان دي حاجه بدايه، مجرد بدايه بالظبط، ان انت بدايه بالزبط. حتى لو اتكلمنا على بعض اللعيبه انت بدايه، انت احنا هنا دورنا ان احنا نشجع بعض النجوم اللي طالعه كتشجيع، لكن مش معنى كده ان انت بقى خلاص النجم، لا انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه اول مباراه ليك مع الفريق الاول، ولازم بكره اللعيبه كلها الموجوده في القائمه لازم بكره تعمل حاجه لاسمك، ولازم كل الناس اللي في القطاع سواء اللعيبه الموجوده كلها، كل الناس بتتمنى تاخد فرصه لعب مباراه مع الفريق الاول في النادي الاهلي، لما تجيلك الفرصه اتمسك بيها. زي لو تسمح لي اقول بعض الاسماء في المباراه اللي الاخيره، المباراه الاخيره محمد مغربي مساك هايل جدا جدا جدا، زياد طارق، احمد سيد عبد النبي الباك رايت مكسب كبير جدا، محمد اشرف الباك ليفت اكثر من رائع، عبد الرحمن مانو اللي اخذ رجل المباراه هايل جدا، نصير كويس جدا، احمد سيد غريب برضو مهاجم كويس، محمد احمد سيد غريب بيلعب جناح وبيلعب مهاجم، محمد ياسر برضو مهاجم، في محمد فخري الوينج وزياد طارق اتنين اجنحه كويسين جدا، يعني في لعيبه برضو مدخلين بكره في 2003 شرقيه، محمد شرقيه ده مدافع منتخب الشباب اصلا. عندك برضو في رأفت خليل جناح ووينج من الهدافين، مصطفى شوبير مكسب كبير في مباراه الجونه، يعني فانت كسبت. بص زياد طارق والترقيصه دي، يعني لعيب ده بيدل ان هو عنده مهاره، عنده الموهبه. زياد طارق بقى ناقصه ايه؟ لعيب كبير وكويس ومهاري وجاي، بس ناقصه القوه البدنيه من وجهه نظري، لازم يشتغل على ده في الفتره الجايه. انت لعيب مهاري عندك الموهبه، بقى هو بيعدي من اتنين، مين؟ اسلام محارب وكريم طارق، اتنين كبار في السن، لكن لازم تكمل حته الجانب البدني عند زياد طارق، الدور الدفاعي، الحاجه دي لازم الفتره الجايه تشتغل عليها. ليه؟ لان ده دور بقى اللعيبه الصغيره اللي طالعه عشان تبقى توصل للفريق الأول في النادي الأهلي، الحاجات دي اللي تكملها.